درجات شبه فارغة استقبل فريق شبيبة القبائل ضيفه مولودية سعيدة في مباراة ميزتها النزعة الهجومية من كلا الطرفين. البداية كانت لصالح الشبيبة التي حاولت التهديف في وقت مبكر بقذفة قوية سددها رماش تصدى لها الحارس فلاح بصعوبة، ليأتي رد الزوار في محاولة استغلال خطأ في دفاع رفقاء يونس كاد أن يكلف الشبيبة هدفا لولا فطنة الحارس بالرفان. لتتواصل محاولات أصحاب الأرض في الوصول إلى الشباك بالاعتماد على الكرة الثابتة التي لم تكن فعالة لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي. المرحلة الثانية عرفت تحسن فعالية هجوم الشبيبة بواسطة كل من تجار وحميتي، هذا الأخير الذي استغل كرة في العمق ترجمها إلى هدف سجل بطريقة جميلة. هدف الشبيبة حرك هجوم لوهارنا في محاولة منهم لتعديل النتيجة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل رغم الأوراق التي وظفها المدرب روابح في هذه المباراة. الربع ساعة الأخيرة من اللقاء أشبه المدرب بالحوت كادوا أن يعمقوا الفارق بتسديدة يحيى شريف الصاروخية تصدى لها الحارس فلاح بصعوبة، ليصفر الحكم بعد ذلك نهاية المباراة بفوز الشبيبة التي أصبحت تتقاسم الصف السادس رفقة مولودية سعيدة بمجموع 26 نقطة.